أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس احتراف نظام ويندوز 10. في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم جدا من مواضيع ويندوز 10، ألا وهو تطبيقات ويندوز 10. طبعا موضوع تطبيقات ويندوز 10 مهم، وهنالك تطبيقات مجانية كثيرة ومفيدة ومهمة يمكن الحصول عليها بشكل سهل وسلس دون الحاجة إلى التنصيب الكراكات والتفعيلات بشكل مباشر من المتجر. بإمكاننا ننزلها وننصبها بشكل سريع ونستخدمها استخدام جيد ومثالي. في البداية نفتح متجر، طبعا راح يكون عادة بالشريط المهام، أو بإمكاننا أنه نبحث بالبحث، نكتب مثلا ستور، يعني مثلا نكتب ستور فقط راح يظهر لنا مايكروسوفت ستور، نفتحه راح تظهر عندنا هذه النافذة. طبعا ضروري جدا أنه نعمل حساب بحساب مايكروسوفت بداخل المتجر، نضغط على هذا الخيار، طبعا نعمل تسجيل دخول بحسابنا الخاص بمايكروسوفت. طيب ضروري جدا انه عندنا حساب مايكروسوفت، وحتى نحصل على حساب مايكروسوفت فقط نبحث بجوجل، نكتب حساب مايكروسوفت بالعربي او بالانجليزي مايكروسوفت اكاونت، الخيار اللي نشوفه مناسب، وطبعا نجي على اول خيار اللي هو حساب مايكروسوفت. اعتبر ان هذه هي النافذة. طبعا اذا عندنا ايميل جامعي او ايميل شركة او كمستخدم عادي نضغط على الحصول على عنوان بريد الكتروني. طبعا عندنا هنا مجموعه من الخيارات، عندنا outlook.com outlook.sa، وطبعا انا انصح نختار hotmail، يعني افضل واكثر استخداما نختار هنا hotmail، وطبعا نعمل الحساب اللي نريده راح يكون @hotmail، وبعدها التالي خطوات بسيطه جدا، نعمل باسورد وراح يكون عندنا حساب خاص بمايكروسوفت. بعدها طبعا نجي بتسجيل دخول من هذا الخيار اللي هو خيار اكاونت، راح يكون عندنا المتجر مسجل بحساب مايكروسوفت. طيب عندنا مجموعه من البرامج راح نشرحها في هذه المحاضره. اول برنامج هو برنامج كويك لوك، راح اخذ كوبي للسرعه وراح اكتبه هنا في السيرش كويك لوك، فقط ابحث راح تظهر لي مجموعه نتائج. اول خيار اللي هو الكويك لوك هذا جيد. طبعا بعد ما تظهر عندنا هذه النافذة نضغط على get، فقط نضغط على get حتى يتم تنصيب البرنامج او التطبيق. طبعا راح يتم تنصيب التطبيق بشكل سريع، وطبعا هذا التطبيق يستخدم لاستعراض الصور بطريقة سريعة جدا وبسيطة، ويحتوي على مميزات كثيرة. طبعا بعد ما تم تنصيب التطبيق نضغط على الخيار لانش، او من قائمة ستار عندنا هذا الخيار اللي هو الكويك لوك، طبعا فتحه او من هنا راح نفتح التطبيق ومن ثم اوكي. طيب طبعا مثلا عندنا هذا فولدر يحتوي على صور، لو اجيت فتحت هذه الصورة بمستعرض الصور العادي اضغط عليها دبل كليك راح الاحظ، شوف بطيء جدا بالعرض، مثل ما نلاحظ بطيء بالعرض. طبعا مواصفات الحاسبة سريعة جدا، ومع ذلك الاستعراض بطيء جدا. طيب طبعا بعد ما نصبنا المتصفح هذا مستعرض الصور بإمكاننا أن نفتح الصور بشكل سريع جدا. أي صورة أحددها أضغط عليها كليك وأضغط سبيس علامة المسطرة من الكيبورد بشكل سريع جدا، وأيضا طبعا أقدر استعرضها بشكل سريع من الاتجاهات من الكيبورد مثل ما لاحظ. أي صورة أريد أعرضها أعرضها بشكل سريع من خلال السبيس مثل ما نلاحظ، يعني اذا لاحظ السرعه شوف هسه هذه الصوره بلمح البصر، اما اذا افتحها بالمستعرض اذا لاحظ العمليه بطيئه، مثل ما نلاحظ انه سريع جدا العرض. ايضا طبعا يحتوي على مجموعه مثلا اوبن ويذ، بامكاني انه افتحها بالفوتوشوب، او مثلا بامكاني انه يعني اكبر الصوره، وبإمكاني طبعا أشارك الصورة أيضا بوسائل أخرى. الخيار الثاني هو مايكروسوفت ستيكي نوت، طبعا فقط بالبحث نكتب ستيكي، يعني هنا أنا فقط نكتب ستيكي STICKY، فقط نكتب ستيكي راح تظهر لنا أول نتيجة بحث مايكروسوفت ستيكي نوت، وطبعا راح أضغط على انستول أو جيت يعني حسب التسمية، انتظر حين تنصيب البرنامج او الأداة.
طبعا بعد ما تم تنصيب الأداة أضغط على لانش. طبعا راح تظهر عندي هنا هذه الأداة. طبعا نجي إلى get started، وضروري طبعا نربط الأداة بحساب يعني مايكروسوفت. جيد، الآن بإمكاني أنه أضغط على علامة الزائد وأضيف sticky note، وأيضا بإمكاني أكتب مثلا عالم بهاء الاحترافي، وأيضا طبعا بإمكاني أنه يعني أخلي مثلا النص bold، وأيضا بإمكاني أنه أضيف list مثلا يعني دورات حاسوب، دورات مونتاج مثلا، وهكذا. أيضا بإمكاني أنه أضيف صورة. جيد، وبإمكاني أنه أوسع الأعرض، وإذا لاحظ أنه راح يتم تثبيت الستيك نوت. أيضا بإمكاني أنه يعني أختار اللون اللي أشوفه مناسب لهذه الطريقة، وكذلك أيضا بإمكاني أنه أضيف ستيكي آخر وأخليه على سطح المكتب. يعني مثل ما نلاحظ هنا هذه نخفيها ما أحتاجها، ممكن هنا أختار اللون مثلا اللون الأخضر. طبعا هذا الستيكي راح يبقى موجود حتى عندما أغلق الحاسوب وأعيد تشغيله، راح يبقى موجود، وبإمكاني أنه يعني مجموعة ملاحظات جميلة ولطيفة بإمكاني أنه أستخدمها على سطح المكتب، ملاحظات جميلة ولطيفة. طبعا التطبيق الآخر هو فليم فورث، طبعا التطبيق مهم ويستخدم لمونتاج الفيديو. طبعا هذا هو التطبيق نصبه، طبعا أنا نصبته للسرعة، هذا هو التطبيق تم تنصيبه اللي هو هذا التطبيق. طبعا هو عبارة عن برنامج يستخدم لمونتاج الفيديو، بإمكاني أنه أضيف يعني مثلا هنا أنا أصنع نيو بروجكت، وطبعا أضيف هنا أنا الصور أو الفيديو، مثلا راح أضيف فيديو مثلا سريع. طبعا ننتظر بين ما يتم إضافة الميوزيك. أيضا بإمكان استخدم مميزات مونتاج الفيديو، أيضا بإمكان أنه أعمل سبيد يعني أيضا تسريع وتبطيء للفيديو، أيضا فاليو تحكم بالصوت، عندنا مثلا ديتاتش أوديو مثلا إيفكت، أيضا عندنا مجموعة ضخمة من التأثيرات مثل ما نلاحظ. بإمكان أن نتحكم بالألوان الخاصة بالفيديو، طبعا تأثيرات جميلة وأنيق. أيضا عندنا ترانسفورم، أيضا بإمكاني أنه أتحكم بمساحة الفيديو، بإمكاني أنه أقلب الفيديو، أيضا بإمكاني أنه أعمل فريز فريم، أيضا بإمكاني أنه أعمل كولر، يعني مثلا كولر مثلا أختار اللون اللي أشوفه مناسب، وبإمكاني أخليه بالمنطقة اللي أنا أريدها. وطبعا أيضا بإمكاني أنه أضيف ميديا جديدة وأضيفها إلى الفيديو. وفي الأخير أجي إلى سيف فيديو وأختار الصيغة اللي أنا أريدها ومن ثم سيف. التطبيق الأخير هو أدوبي فوتوشوب إكسبريس، طبعا هذا تطبيق من شركة أدوبي، وبإمكان أنه ننصب هذا التطبيق. طبعا أنا منصبه للسرعة. طبعا ننتبه عندنا أدوبي فوتوشوب إكسبريس وعندنا أدوبي فوتوشوب إليمنت. الإكسبريس هو مجاني، والإليمنت يكون مدفوع تقريبا سعره $80 أو $70. فأني منصب هذا الإكسبريس. طبعا راح يتطلب من عندي أول ما أفتح حساب حربطه بحساب جوجل ويعمل بشكل طبيعي. طبعا عندي هنا أما من خلال الكاميرا الخاصة بالتاب أو الحاسوب، أو من خلال اللايبرري أستخدم بيكتشر باللايبرري، مثلا هذه هي الصورة. أيضا عندي هنا مجموعة من التأثيرات اللونية بإمكاني أنه أستخدمها، تأثيرات جميلة. عندنا هنا كروب، أيضا مجموعة ضخمة جدا من المساحات اللي ممكن أستفاد من عندها. طبعا عندنا هنا مثلا تويتر، طبعا عندنا هنا إعلان فيسبوك مثلا، بإمكاني أنه أستخدمها بشكل يوتيوب مثلا، وهكذا مجموعة ضخمة من أدوات الكروب اللي إن شاء الله راح نخصص لها محاضرة متخصصة. أيضا عندنا هنا مجموعة من التأثيرات، أيضا بإمكاننا هنا مثلا نعمل تأثيرات اللونية، أيضا مجموعة أخرى من الأدوات اللي ممكن نستفاد من عدها.
بتعديل على الصور. وعدنا هنا طبعا سيف اند شير، وبامكاننا سيف نحفظ الصوره بالمكان اللي نشوفه مناسب. نتمنى تكون هذه التطبيقات مفيده وبسيطه في نفس الوقت. نلتقيكم في محاضره قادمه باذنه تعالى.